سئلت عن علاقتك بزوجتك السابقة، قلت لأنها ست كاملة. مين هي الست كاملة من وجهة نظرك؟ كاملة شكلاً ولا مضموناً؟ مضموناً طبعاً، ده في الأساس. والشكل طبعاً بيجي بعد المضمون مباشرةً، ولازم يبقوا مندمجين مع بعض كمان. إيه اللي يخليني أشوف ست كاملة وبعدين أنفصل عنها؟ ده زي ما كل البشر بيقولوا، ده قدر، ده اسم ونصيب. مش عشان ما فيش حاجة اسمها كمال؟ مش عشان الجملة ما كانتش في محلها؟ لا، في طبعاً في كمال؟ أولاً هو الكمال لله وحده، بس في نفس الوقت إحنا ساعات بنخلق أو بنعمل فيلم أو بنعمل مسرحية يقول دي مسرحية كاملة، فيها رأس وفيها غنى وفيها ضحك وفيها هزار وفيها ملابس وفيها إضاءة وفيها مزيكا وفيها استعراض، بنقول دي مسرحية كاملة. إحنا ممكن نعمل حاجات كاملة، ممكن نقابل في الحياة حاجات كاملة؟ ما اعرفش. بشر كامل، قصة كاملة؟ ما افتكرش، لا افتكر ان كل انسان عنده اكتر من الاف القصص في حياته. على سيرة الصراعات، طلعت على المسرح في الجونة وحصل اللي حصل واعتذرت ورجعت وقلت انا مش غلطان. لا بالعكس، خلاص انا اعتذرت وخلاص. ظهرت في برنامج بعد كده قلت انا مش غلطان، هم الناس افوروا. بالنسبه للي حصل يعني كان ودي كتير. كلمه بتتقال عادي. بالنسبه للي حصل ده كان قصدي، يمكن قصدي انك بتغير رايك بسرعه، بتغير مواقفك بسرعه. هو على فكره هو مش حاجه غلط ان الواحد يرجع في رايه. انا ممكن ابقى عندي راي وابقى حمار، ممكن اغلط واعتذر، لكن اغلط واعتذر واسحب اعتذاري. واسحب اعتذاري كمان بجد. بس انا ما هنا مش بسحب اعتذاري، انا اعتذاري موجود والحمد لله، يعني الناس قبلوه. وفي نفس الوقت قلت برضو حتى مع اعتذاري، انا مش بكنسل الاعتذار، انا بقول مع اعتذاري كان في الموضوع كبر بزياده. بس فيلمك الاخير عادل مش عادل، فيلم الاخير السيستم، عادل مش عادل والسيستم. ايوه عادل، اعتقد السيستم عامل افضل ايرادات، افضل من عادل مش عادل. دي حقيقه. ليه الكيرف نزل لتحت؟ هو اصلا هو ما نزلش الحقيقه، انا عمري ما كانت افلامي بتجيب عادل مش عادل جاب كام؟ مش عارف. في احد الايام قفل 900 جنيه. ما ده قرب يتشال من السوق، ده بقاله شهرين. راضي عن التجربه دي؟ المنتج راضي، دي اهم حاجه. انت كفنان، انت كاحمد الفيشاوي، طبعا ليه رضيت بفيلم كانت دي نتيجته او كانت دي ايراداته، واعتذرت مثلا عن اولاد رزق الجزء الحالي؟ صحيح. ليه؟ لان اولا انا يعني انا واحمد يسري المخرج بنرجع سنين طويله جدا اصدقاء، مش عشان سبب تاني، مش عشان أي سبب تاني. ما حسيتش ان في احد النجوم من زملائك بينجم عليك وده ضايقك؟ لا لا، فاعتذرت. لا لا، مش ده السبب خالص. السبب فعلا، طب ايه عدم توافق اللي قلتها دلوقتي؟ توافق الوقت. فسبت يعني اولاد رزق؟ اضطريت. الجزء الثالث اللي اول جزئين منه كسروا الدنيا. احمد انا مش مصدقك، انت مصدق نفسك؟ طبعا. جمهوري الصامت اللي ما بيتكلمش ولا بيصد ولا بيرد مش مصدقك. مش معنى ان هم صامتين ان انت تكذب عادي والكاميرا مش هتجيبك. مش ممكن يكونوا يعني حطوا مواعيد تصوير انت مش هتكون فيها، وطالما انت مواعيدك مش متوافقه فخلاص احنا هنصور الفيلم من غيره. وده اللي حصل فعلا. وانت شخصيه اساسيه في الفيلم، ايه القناع اللي لابسهولي دلوقتي؟ عشان كنت شخصيه تانية. ايه القناع اللي لابسهولي دلوقتي؟ كنت شخصية تانية في الفيلم تاني، انت شخصية سبعة قاعدة قدامي. سبعة كده شخصية. انت لابس قناع الهروب؟ لا خالص، بالعكس. لابس قناع الهروب؟ نو. لابس قناع ايه؟ والله بصي على حسب، يعني قلت لك يعني. عارف انا توقعت ايه؟ توقعت انك هتقعد قدامي هتبقى صريح جدا وهتقول كلام ما حصلش. بجد؟ عمال تعمل كده. لا ده كان زمان، كبرت بقى وفهمت، صدقت. فهمت ايه؟ فهمت. محدش يضحك عليا. انا كده بضحك عليك؟ تحاولي. خالص. مش عايز تصارحني ليه؟ بلعب معاكي مايند جيمز. والله بتلعب مع جمهورك مايند جيمز. ايوه حبايبي. اعتذرت عن اولاد رزق ليه؟ انسحبت ليه؟ علشان هم كانوا لازم يطلعوا يصوروا اسبوعين. عارف انه اللي اتقال كان لانه انت حسيت انه عمرو يوسف بيتنجم عليك فانسحبت، غضبت وانسحبت. لا دي اشاعه. وفي نفس الوقت الوضع كان ان هم كانوا لازم يصوروا وحجزوا. طب بعد ما انت ما توفقتش فعادل مش عادل؟
هو ليه ما توفقتش؟ وما اشتغلتش لأنه الفيلم إيراداته وقعت والفيلم تهاجم ما يتهاجم وتقال إنه ضعيف. إيه المشكلة يعني؟ ما عادي. أيوة يعني أنا دلوقتي أروح أعمل فيلم يتهاجم وما ينجحش وإيراداته تقع ويتقال إنه ضعيف وأسيب جزء تالت من فيلم أنا نجحت فيه جدا. الفيلم نجح. بصور السيستم. الفيلم نجح وشخصيتك في الفيلم نجحت جدا. وقتها كنت بصور السيستم. طب مش متضايق؟ لا مش متضايق. يا نهار. عشان السيستم حلو. وزي ما قلت انت عارف انا لو حطيت لك مرايه قدامك دلوقتي هتشوف شكلك عامل ازاي. ايه. عارف بينوكيو وهو مناخيره بتطول؟ يمكن لو عملتيني من خشب. ما اتضايقتش؟ مش متضايق على ايه؟ اولاد رزق؟ لا خالص، لانه انا كنت بعمل السيستم حتى لو ما حصلش نصيب زي ما انت بتقول عشان مواعيدك. معقول ده مش مؤثر؟ مش مضايقك؟ مش يا خساره يعني؟ لا ما فيش اي خساره بالنسبه لي خالص نهائي يعني.